أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام. مرة أكثر من 100 يوم على إجراء انتخابات 7 أكتوبر، لكن مشاورات تشكيل حكومة لا زالت تراوح مكانها. فبعد العديد من الجولات والمشاورات واللقاءات، لم تفض المساعي التي قادها السيد عبد الإله بن كيلان رئيس الحكومة المعين إلى تأليف أغلبية واضحة في الوقت الذي كشف التصويت على رئيس مجلس النواب على أبعاد أخرى لأزمة تشكيل هذه الحكومة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الرحيم منار السليمي رئيس المركز المغربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات. مساء الخير أستاذ الكريم. أهلا يوسف. ما جرى إلى حد الآن والنتيجة التي وصلت إليها مشاورات تشكيل الحكومة، هل ترقى فعلا إلى أن نصفها بأنها أزمة سياسية؟ ولن لما نقول أزمة سياسية نتحدث عن حالة غير عادية أو حالة غير متوقعة لم يتوقعها الفاعلون. يمكن أن نقول أزمة سياسية ولكن في إدارة رئيس الحكومة المكلف للمفاوضات. الأزمة تقف هنا بمعنى أنها أزمة ناتجة عن عدم وجود حزب له أغلبية مطلقة قادر على التحكم في عملية تدبير المفاوضات مع شركائه الحزبيين. بمعنى أنه لحد الآن حزب العدالة والتنمية الذي احتل المرتبة الأولى لم يستطع التحكم في هذه العملية، بمعنى عملية إدارة المفاوضات مع شركائه. إذن الأمر يتعلق بأزمة ولكن أزمة في إدارة المفاوضات، ولا يمكن أن نتحدث عن أزمة سياسية على مستوى الدولة ككل، لأن هناك بعض النقاشات التي تحاول. متى نقول بأننا دخلنا فعلا إلى مرحلة الأزمة السياسية؟ لما تصبح تمس بالمؤسسات، وهذه المسألة لم نصل إليها. بدأ هناك إشكال يتعلق بمجلس النواب والبرلمان، هذا الإشكال تم حله. لماذا؟ لأنه كان الأمر كان هناك قراءة دستورية خاطئة من طرف الأحزاب السياسية وهي تتفاوض، تم حله الآن. ولكن الآن الأزمة هي على مستوى رئيس الحكومة المكلف وكيف يتفاوض مع هذه الأطراف وما هي طبيعة السقف الذي يريده. إذن هذا لا، الكثير ينسى بأن الأمر يتعلق بنتائج انتخابات. على مستوى الدولة ككل لا يمكن أن نتحدث عن أزمة إلا إذا أصبح هناك خلل في عمل المؤسسات، وهنا يتدخل رئيس الدولة لما نصل إلى هذه المرحلة ويستعمل صلاحيته الدستورية. ولكن الأحزاب لم تستطع أن تحل مشكل على مستوى وجود حزب له أغلبية مطلقة مثلا أو إيجاد أغلبية ملائمة لتشكيل حكومة، لا يمكنها أن تعوم كل هذا هذه الأمور على مستوى الدولة ككل. طيب عمليا الآن ما هي الخيارات المتاحة أمام رئيس الحكومة المعين؟ الخيارات، لاحظ معي أولا أنه خلال الأيام الماضية كان هناك نوع من السكوت، بمعنى نوع من السكوت، هناك ليس هناك معلومات كثيرة. توقفت المشاورات بعد الانتخاب رئيس مجلس النواب. اليوم إذا توقف هذه المشاورات ولم يعد رئيس الحكومة مثلا إلى مسألة رئيس حكومة المكلف إلى الخيار الذي كان قد صار عليه منذ البداية مع تجمع الوطني الأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، معنى هذا أنه قد يذهب في خيار آخر بدأ كان النقاش عليه وهو حكومة أقلية. هنا أوضح، الكثير يتساءل عن حكومة أقلية، هنا نحن نتحدث عن نتائج انتخابات، بمعنى أننا الكثير يذهب مثلا ويحاول أن يبحث عن مصطلح حكومة أقلية في الدستور. هذا المصطلح هو مرتبط بالممارسة، بمعنى خيارات في الحالة المغربية والممارسة السياسية التي الجارية في النتائج. البلاد منذ النتائج، هل هذا السيناريو وارد؟ هذا وارد، الكثير يحلل، نحن نحلل انطلاقا من سنة 2011. قبل هذا كانت هناك العديد مثلا من الحكومات التي لا علاقة لها بالأغلبية الموجودة في البرلمان، حكومة تكنوقراطية وتدعمها حكومة تدعمها أغلبية، هذا وضع سابق. سنة 2011 تعطينا أن حزب يفوز، هذا الحزب يعين منه شخص يقوم بعملية تدبير المفاوضات. اليوم المخارج أمامه، توقفت المفاوضات والمشاورات مع التجمع ورفاقه. بهذا المصطلح أتحدث هنا عن الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، يتوجه، يمكن أن يتوجه إلى حزب استقلال والتقدم والشراكية، ولكن الخيار مختلف. لماذا؟ لأنه سيدخل في حكومة أقلية، بمعنى أنها عندها تقريبا 183 نائب، بمعنى هذا لا يمكنها، ليس لها الأغلبية، إذن ستكون أمام خطر إما عدم تنصيبها
وإما أنها قد تنصب ويتم إسقاطها. هذا هو الخيار المتاح، أو خيار آخر وهو أن رئيس الحكومة المكلف يطلب إعفاء بمعنى إنهاء تكليفه، وهنا تفتح فرضية أخرى تعطيها المادة 47 من الدستور التي تنص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز في الانتخابات، معنى أنه أو يمكن يعاد أن يذهب أو يعاد تكليف بمعنى نفس أن يعاد تكليف نفس الشخص أو نذهب إلى شخص ثاني من نفس الحزب إذا تبين بأن الأمر مرتبط بفشل على مستوى الشخص الذي كلف بعملية تدبير، بمعنى رئيس الحكومة المكلف إذا ثبت بأنه له مشكل على مستوى التواصل وعلى مستوى تدبير المشاورات مع الأطراف الأخرى. هذه كلها إمكانيات دستورية. الذي يقول بأننا سنذهب إلى انتخابات سابقة لأوانها، رئيس الحكومة المكلف لا يملك هذا الخيار، لا يملكه. لماذا؟ لأنه رئيس حكومة مكلف. بمعنى أنه مكلف بماذا؟ مكلف بتشكيل حكومة، إما أن ينجح أو لا ينجح، وتفتح إمكانيات دستورية أخرى. طيب، ألسنا أمام واقع جديد الآن فيما يخص مجلس النواب في علاقته بمشاورات تشكيل الحكومة؟ الآن عمليا نحن بصدد أغلبية واضحة ومكتملة، ألا يطرح ذلك إشكال سياسي؟ هناك، لاحظ معي أن هناك فضاء من النقاش وهناك الوثيقة الدستورية. السؤال الذي يطرح، هل هناك ما يمنع في الدستور أن يكون رئيس مجلس النواب من حزب له أقلية؟ بمعنى أن هناك حزب استطاع أن ينسق مع أحزاب أخرى، وأتحدث عن الاتحاد الاشتراكي، واستطاع الوصول إلى هذا. ليس هناك ما يمنعه دستوريا. هذا يرتبط بالخبرة السياسية، الممارسة السياسية. العرف لا يحضر لما يكون لدينا نص صريح. لا نتحدث عن العرف، الذين يتحدثون عن العرف هم يحاولون أن يكتبون دستور جديد، وهذا خطأ. بمعنى هذا يعتبر من أخطاء. هناك، هل هناك ما يمنع؟ ليس هناك مانع، بمعنى أن هناك عملية يمكن أن نسميها استراتيجيات نجحت بالنسبة وأعطتنا أغلبية، أقول أغلبية جاءت بالحبيب المالكي إلى رئاسة مجلس النواب. ليس من الضروري أن تكون هذه الأغلبية هي الأغلبية التي ستساند عبد الإله بن كيران، بمعنى قد نذهب بأغلبيتين. بهذا المنطق السيد عبد الإله بن كيران سيكون مضطرا لتقديم تنازلات عبر ضم الاتحاديين إلى مشاورات تشكيل الحكومة، أعتقد بأن وإلا فإنه سيكون أمام مجلس أو برلمان يقتقده المعارضة بغرفته. الآن الأغلبية الموجودة، هذه الأغلبية الموجودة لا نعرف هل ستساند عبد الإله بن كيران إذا دخل في مفاوضات معها، أم أن عبد الإله بن كيران قد يحصل على أغلبية أخرى. ولكن اليوم يجب أن نقرأ جيدا عملية تشكيل الحكومة. تتغير المعطيات اليوم، تغيرت، معنى تتغير بسرعة. عبد الإله بن كيران اليوم أمامه ما يجري على المستوى الوطني، وأمامه خارطة دولية تتغير. لا ننسى بأن الكثير ينتظر هذه الحكومة المغربية، بمعنى أنها ستقدم إشارات إلى الداخل وإشارات إلى الخارج. المغرب له تحديات داخلية وتحديات على المستوى الخارج، واليوم الكثير الذي يكون مثلا في عملية تشكيل الحكومة يفكر بهذه الطريقة، يفكر فيما يجري وطنيا ويفكر فيما يجري دوليا، بمعنى أن هذه القراءة يجب أن تكون اليوم في هذه اللحظة بالذات، لأنه ستكون حكومة ستتعامل مع العالم، ستتعامل مع أوروبا، مع روسيا، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع إفريقيا، مع دول الخليج، دول العربية، مع تركيا. بمعنى كل هذه العناصر يجب أن تحضر الآن في عملية التشكيل. هناك حماس، ولكن حماس قواعد الحزبية، هذا شيء، ولكن رجل السياسة يجب أن يقرأ كل هذه المعطيات، ثم أن المفاوضات هي مفتوحة، بمعنى فيها تنازل، فيها سقف، بمعنى أنه عملية إدارة المفاوضات تحتاج إلى هذا النوع، سقف التنازلات، وأن تكون هناك حجج. ما تطالب به أطراف أخرى، بمعنى هل لديه حجج؟ ما يطالب به السيد عبد الإله بن كيران، هل هناك حجج؟ بمعنى هنا المسألة ليست حماسية، ولكن تحتاج إلى هذا النوع من التفكير الآن في هذه اللحظة. طيب، سياسيا هل من المقبول أن يتعامل رئيس الحكومة المعين مع تكتل سياسي لأربعة أحزاب؟ الآن أعتقد بأن هناك حزب اختار الذهاب إلى المعارضة منذ البداية ولم ينتبه الكثير، وهو حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل إشكالية مسألة حتى تشكيل مجلس النواب، بمعنى أن ما اللجنة التي يتحدث عنها كان يجب الانتباه إلى هذه النقطة. تشكيل، إذا كنا نفكر، بمعنى إذا كان الذين يتفاوضون يفكرون في الحقائب، بمعنى هذا خطير جدا، بمعنى توزيع الحقائب، هذا ضغط القواعد، ولكن هناك إكراهات كما قلت على المستوى الوطني والدولي، قد تجمع الحكومة أكثر من حزب،
لماذا إذا كانت تفكر أولا في ضمان أغلبية على مستوى مجلس النواب ثم أن تفكر في ضمان ما يسمى بالبروفايلات التي لها إمكانية أن تقدم إشارات لا على مستوى الداخل؟ لا ننسى بأنه في الحكومات السابقة حكومة بن كيران الأولى والثانية كانت وقعت مجموعة من المشاكل الكل يعرفها، بمعنى مجموعة من المشاكل التي وقعت وتناقلها الرأي العام، بمعنى هذه المشاكل لا يجب أن تحضر في 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 الحكومة المقبلة بروفايلات، والكل يعرف بأن الأحزاب لديها هذا المشاكل، معنى أن الأحزاب لديها هذا المشكل على مسمى بروفايلات، خاصة كما قلت أنه ستكون هناك تحديات على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. يجب أن نقرأ ما يجري عالميا. اليوم مثلا هناك مجموعة من الدول تنتظر ما هي الإشارات التي سيقدمها المغرب من خلال حكومته للانطلاق في التعامل معها، يعني لا ننسى هذه المسألة. طيب الآن من حيث يعني تقدير المزاج السياسي إن صح التعبير، هل يمكن، هل هناك مؤشرات على إمكانية إطلاق مشاورات تشكيل الحكومة ما بين السي بن كيران والسي أخنوش مجددا وتجاوز ما سبق؟ أولا هذا الكلام ديال ما يسمى بدائما كيريد الخطوط الحمراء ومسألة انتهى الكلام، أعتقد بأن هذه المسائل غير موجودة في السياسة، هذه أساليب للتعبئة وأساليب حماسية. في السياسة دائما هناك مفاوضات، بمعنى دائما هناك ممكن، من الممكن أن تعود المفاوضات من جديد وأن تفرض الشروط من الأطراف وأن نبحث عن ما يسمى بالمساحات المشتركة، ولكن أن نفكر، بمعنى لا نفكر من خلال زاوية ضيقة للأحزاب وتوزيع الحقائب ومسألة هذا القطب أو هذا القطب، ولكن نفكر من خلال التركيبة البشرية الموجودة ومن خلال الإكراهات التي يواجهها المغرب، سواء تحديات أمام هذه الحكومة، هناك العديد من الملفات التي تتراكم وهناك تحديات للمغرب على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. إذن إمكانية العودة هي موجودة، كما إن إمكانية الذهاب إلى حكومة أقلية هي أيضا يمكن أن نقول بأنها مغامرة، ولكلاهما يجب أن يكون هناك حساب، بمعنى أن تكون هناك حساب سياسي. مسألة التهديد بالذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، أعتقد بأنه الأحزاب السياسية أولا لاحظ معي بأن معدل المشاركة ليس كبير جدا، ثم أنه اليوم هذه العملية ديال السكوت أنه الشارع لاحظ كل هذه التناقضات الموجودة على مستوى المشاورات. لا أحد يمكن أن يضمن، إذا عدنا لا أحد يمكن أن يضمن ويقول بأنني سأفوز، بمعنى هذه المسألة يجب أن ننتبه إليها. الشارع يتغير بسرعة رغم الكثير يستعمل دائما هذه النقطة. لاحظ ما بأنه ليس لدينا حزب له أغلبية مطلقة، الأحزاب ليس لدينا حزب قوي في المغرب، يجب أن ننتبه. أنا أقرأ هنا من خلال معدل المشاركة والكتلة التي تشارك، بمعنى على اعتبار هناك نظام الاقتراع، هناك أحزاب هناك أحزاب متوسطة القوة، وما نعيشه منذ الآن وصلنا إلى 100 يوم هو ناتج عن عدم وجود حزب مثلا حسم بقوة من خلال نتائج الاقتراع. راه كاين هذا الجانب يجب أن ننتبه طيب إليه. في حال يعني كان ربما بمثابة السكوت الذي قد يسبق الانفراج في هذه المشاورات، ما هو السيناريو الأقرب بالنسبة إليكم؟ لا زال السيناريو المتعلق بالعودة إلى المفاوضات بين عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش لا زال وارد، بمعنى أنه لا زال وارد هذا السكوت، لا أحد يعرف، قد تكون هناك مفاوضات غير معلنة لأنه استفادت الأطراف في البداية تتفاوض وتخرج أمام النقاش، خلق مشاكل، بمعنى خلق مشاكل. أحيانا المفاوضات يكون فيها نوع من السكوت إلى حين الوصول إلى النتائج. ولا زال أيضا الخيار الثاني، السيناريو الثاني، الذهاب إلى حكومة أقلية، ولا زال أيضا السيناريو الثالث وهو أن يطلب السيد عبد الإله بن كيران عملية إعفاء مثلا مسألة ديال التكليف، بمعنى أنه إنهاء تكليفي. هذه كلها سيناريوهات واردة، ولكن أتوقع مع ما وقع في مجلس النواب أن المسألة باتت لا أقول بأنها قريبة، ولكن على الأقل ستتضح المعالم. الدكتور عبد الرحيم منرا السليمي، رئيس المركز المغربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. بهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من قناة ميديان تي في بطنجة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.